كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مبروك يا كابتن سيد. ده اللي احنا عايزينه من لعيبه النادي الاهلي، التركيز والاداء. هم 6 نقاط، 3 نقاط عدوا، فاضل 3 نقاط. موسم صعب وفيه حاجات كتيره جدا. النهارده الاداء كمان، وده اللي كان مستنيه جمهور النادي الاهلي مع النتيجه 3-0 دي، نتيجه كبيره على النادي الاسماعيلي. الاداء كمان هو اللي بيسعد كل جمهور النادي. مبروك، ومبروك لكل اللعيبه كابتن. الحمد لله، طبعا الحمد لله على الفوز، وده مباراه من المباريات المهمه والحاسمه بتقربك خطوات كبيره من بطوله الدوري ان شاء الله. احنا نامل يا رب ان يوم الاثنين اللي جاي باذن الله 14 سبتمبر يكون التتويج لنا باذن الله تعالى. يعني مكاسب عديده بالنسبه للمباراه مع ال3 نقاط. بنشوف كهربا بيرجع من جديد، بنشوف بادجي اداء رائع ومميز جدا، احمد الشيخ كمان. مكاسب عديده كابتن سيد، لو بنعدد المكاسب النهارده نقول على المكاسب النهارده. الحمد لله، طبعا زي ما انا قلت يعني دايما احنا يمكن بعد موضوع كورونا زيك زي الفرق العالميه كلها مستوى بيبقى في التدرج من اسفل لاعلى، وده وضع طبيعي في الكوره. يعني امل لحد مباراه الوداد باذن الله يكون عندنا وصلنا للمستوى احنا منتظرينه ومستنيينه، يعني ان شاء الله نبقى حسمنا بطوله الدوري ان شاء الله الرحمن. يعني ويعني مش عايز اقول غير بشكر اللعيبه جدا، بشكر اللعيبه على يعني شخصياتها، وبشكر اللعيبه على طريقه تفكيرها، وحتى لما كان بيبقى في اي حاجه كانوا بيتلموا بشكل كويس مع بعض. يعني عارف كويس قوي ان احنا هنتعرض لحاجات الفتره اللي جايه من كلام او اخبار او حاجات كده، ودي وضع طبيعي. انا شايف انها طبيعي جدا، كل ما هتبقى في فورم عاليه او هتبقى توصل لحاجه كويسه هتتعرض لحاجات زي كده. لكن خلينا نقفل على نفسنا، احنا مكملين هنا في اسكندريه لحد مباراه الاتحاد. يا رب ان شاء الله الرحمن باذن الله نحقق فيها التتويج رقم 42 باذن الله. تجديد الدوافع ده امر مهم جدا، ويمكن الجهاز الفني شغال بشكل كبير، وانت تحديدا يا كابتن سيد، لان ده امر صعب ان انت تجدد الدوافع بشكل كبير كل مباراه لكل لعيبه النادي الاهلي مع الاداء ده. لا، محتاج شغل كبير من الجهاز الفني. يعني لو عايزين نشكر هنشكر مؤمن زكريا الحقيقه. امبارح يعني حاله في منتهى الجمال، حاله في منتهى اهلي بتاع بتاع بتاعنا اللي الناس كلها عارفاه وحافظاه، يعني مع واحد من ولاده، واحد من الناس اللي بدات فيه. يعني مش عايز اتكلم على امور بعينها، لكن عايز اقول هو ده تصرفات الاهلي، هي دي لعيبه النادي الاهلي. يعني اكبر دافع متهيألي، يعني لو هنقول من الدوافع، لكن اكبر دافع والاساسي والرئيسي في الحاله المعنويه اللي احنا فيها ديت هو مؤمن زكريا وجوده وسطنا امبارح. يعني قلت كمان انا مستنيك يا مؤمن، كان سعيد قوي امبارح يا كابتن سيد، ويمكن انتوا دخلتوا الفرحه عليه، كان باين قوي على المؤمن هو سعيد، لانه وسط اهله وسط اللعيبه وسط النادي الاهلي. من اللعيبه اللي هي يعني تدور عليها في الماتشات الكبيره، يعني لعيب كبير في فرقه كبيره بيساوي على طول نتائج كبيره. يعني الماتشات الكبيره دايما بيبقى عايزه لعيبه كبيره، لعيبه كبيره يعني مش شرط تبقى لعيبه مهاريا عاليه، لكن اقصد في التفكير والشخصيه. يعني فاكبر حاجه اتبسطنا بيها امبارح، واكبر حاجه كانت بالنسبه لنا دافع كبير جدا، هي وجود مؤمن زكريا وسطنا امبارح. يعني مباراه الاتحاد السكندري مطلوب من اللعيبه بقى المباراه دي تحديدا، مباراه ان شاء الله تكون تتويج باذن الله. مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نقفل ال 72 ساعه دي على نفسنا، عايزين نخش معسكرنا زي ما احنا محضرين له ومجهزين له. هنقفل دلوقتي، مش عايز حد يتكلم في الاعلام بشكل كبير، عايزين من اللعيبه، عايزين يبقى في تركيز عالي جدا. فرقه الاتحاد عندها عناصر جيده جدا 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 السنه دي، مقدمه مباريات كتيره كويسه، فعايزين ناخد الموضوع بشكل يعني في تركيز عالي جدا، لان انت هتقابل فرقه تستحق ان انت تقابلها بالتركيز عالي. يعني وكمان يعني انت بتتكلم على مباراه تتويج، صحيح لسه فاضل 8 مباريات، ودي حاجات من انجازات النادي الاهلي اللي هو رجعوا لنا الاهلي. يعني من انجازات الاهلي ان انت يعني بتلعب على مباراه في وسط 8 عشان يبقى في حسم دوري. يعني لكن في النهايه زي ما قلت، كل اللعيبه لازم تركز، كل اللعيبه اللي بقى في منتهى الانتباه والتركيز والشغل، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل، لازم تشتغل ولازم تتعب ولازم تجتهد، والتوفيق بتاع المولى عز وجل. يعني كابتن سيد، التأجيل بالنسبة للبطولة الأفريقية استقبلتوه إزاي؟ وعلى ما أعتقد يعني هيدينا فرصة شوية. جاهزين، إحنا جاهزين، يعني سواء لعبنا في سبتمبر إحنا جاهزين، لعبنا في أكتوبر إحنا جاهزين، لعبنا في نوفمبر إحنا جاهزين، أي قرار كان هيتاخد إحنا جاهزين له. يعني فخلاص المباراة اتأجلت لشهر 10، خلاص يبقى هو ده اللي هنستعد له وهنشتغل له. يعني اتلعبت في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 برضه، كنا هنشتغل عليها. يعني يمكن الفترة ديت في عناصر داخلة لك زي كهربا، زي حسين الشحات، زي عمرو السولية داخل لك، ودي استفادة لينا. يعني لكن في النهاية يعني انت بتلعب باسم الاهلي، فكل واحد بيلبس التيشيرت ده بيبقى عارف قيمة ومكانة الاهلي. يعني شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومقابله طبعا